بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. الفرض المحروس رقم 2، تصحيح فرض المحروس رقم 2، ادريساج اي بي او العناوين اي بي الخاصة بالشبكات المعلومياتية مستوى سنة اولى جامعي او مدارس عليا للمهندس او مدارس مهندسين او مدارس عليا للتكنولوجيا او كذلك تكوين مهني. اذا السؤال رقم 1، خطوة بخطوة سنذكر المهارات التي تعلمناها في الدروس النظرية التي شرحناها احبائي الكرام. اذا السؤال رقم واحد، تروفي لا كلاس دي زادريس اي بي سويفونس، قالك اوجد اصناف الشبكات لكل عنوان اي بي، لكل عنوان اي بي الخاص بالشبكات. اذا سننتقل الى السبوره التفاعليه احبائي الكرام ونجيب على السؤال رقم واحد. نذكر احبائي الكرام بان هناك اصناف تيب دو نتورك تيبس او انواع الشبكات المعلوماتيه، هناك اربع انواع بالاحرى ا بي سي دي. وقلنا في الفيديوهات السابقه احبائي الكرام بان اي شبكه من صنف ا يجب على الحزمه الاولى ان تبتدئ بصفر. اذا نذكر بان كل ادريس اي بي احبائي الكرام هي عباره عن اربع ارقام، كل رقم محصور بين 0 و 255، يعني حزم من يعني اربع ارقام احبائي الكرام. كل حزمه تتكون من 8 خانات رقميه 0 1. وبالتالي ما هو الصنف ا؟ الصنف ا هي الشبكات التي يكون فيها اول عدد احبائي الكرام في الحزمه الاولى هو عدد 0. اذا كان 0 في اول حزمه فان أحبائي الكرام فإن هذه النتورك أحبائي الكرام تنتمي إلى أ. ثم هناك الصنف بي، صنف بي يجب أن يبتدئ بواحد عشرة، إذا يعني واحد صفر. إذا في أول حزمة الخانتين الأولى واحد صفر. الحزمة الشبكات المعلومياتية من صنف سي يجب أن تبتدئ بواحد واحد صفر، يعني الخانة الأولى واحد واحد صفر. أما الخانة الأخرى أحبائي الكرام وهي واحد 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 صفر، يعني الشبكة من صنف دي. إذا هذا كان عبارة عن تذكير. وبالتالي إذا أردنا أن نجيب على هذا السؤال فهو سؤال بسيط جدا، يعني هذا العنوان اي بي الكرام ينتمي الى بالضروره ينتمي الى الصنف، لاحظ واحد صفر واحد صفر واحد صفر، يعني الصنف بي. اذا هذه الشبكه عنوان اي بي الشبكه من صنف بي احبائي الكرام، هنا 111 صفر، وبالتالي هذه الشبكه من صنف دي. فوالا، إذا هنا صفر واحد، هذه الشبكة أول خانة هي صفر وبالتالي أ. هذه الشبكة واحد واحد صفر، واحد واحد صفر أحبائي الكرام هي شبكة من صنف سي كما شرحنا ذلك هنا. ثم هناك واحد صفر، واحد صفر يعني عشرة، إذا هذا عبارة عن شبكة، هذه العنوان عبارة عن شبكة من صنف بي. إذا دائما ويمكن تحويل البينير إلى ديسيمال، يعني تحويل أرقام صفر واحد إلى أرقام عشرية لتتأكدوا. وقلنا في الدرس السابق لنضبط هذه المهارة بأن صنف أ، لاحظ صنف أ كلاس أ، يعني نتورك تايب كلاس أ، فوالا، يعني أحبائي الكرام يجب أن يبتدئ ما بين صفر إكس ثم 127. إذا دائما الشبكات التي يكون الرقم الأول أحبائي الكرام بين صفر و 127. أما كلاس بي تطرقنا إلى ذلك 128 إكس 191. إذا دائما عنوان إي بي ينتمي إلى الصنف بي، يجب على الحزمة الأولى العدد الأول أن يكون محصور بين 128 و 191. كلاس سي تطرقنا إلى ذلك 192 إكس مثلا و 223 إلى غير ذلك أحبائي الكرام. وبالتالي شكرا لانتباهكم، وإلى اللقاء في للإجابة على السؤال رقم 2. سؤال يمكنك توقيف الفيديو وعلى ثم الإجابة ثم التأكد من الإجابة. pour chaque réseau بالنسبة لكل شبكة entourez la partie demandée، entourez la partie demandée فين هي الـ partie réseau،
فوالا يعني الجزء الخاص بالريزو، ثم البارتي هوت. إذا سأدعوكم تجيبون على هذا السؤال لوحدكم، وسنتقابل في الفيديو رقم 2 لإعطاء الحل لهذا التمرين. شكرا لانتباهكم وإلى اللقاء.